مسؤول مصري وتصريح خطير عن الخيارات المفتوحة ضد سد النهضة، وبأوامر السيسي تعرف على حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها مصر لفلسطين، وتحرك السيسي والسعودية وفرنسا لحل القضية الفلسطينية الآن، ومفاجأة وسد النهضة، الرئيس السيسي يلتقي رئيسة إثيوبيا. والسيسي في تصريح ناري: مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية، وأمر عاجل من الحكومة والتنفيذ فورا. ننشر لحضراتكم التفاصيل. صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو قدها وطنيين. نبدأ بأول خبر معانا، وتحرك الرئيس السيسي والأردن وفرنسا لحل القضية الفلسطينية. الرئيس الفرنسي ماكرون قال إنه سيعمل في الأيام المقبلة مع الملك الأردني والرئيس السيسي على اقتراح ملموس للتهدئة ولمسار محتمل للمحادثات بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين. وخلال مؤتمر صحفي في باريس، قال ماكرون أيضا إن المحادثات التي سيجريها مع العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي في الأيام المقبلة ستتناول أيضا الطرق المحتملة لتنظيم مشاورات بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين. كما أكد الرئيس الفرنسي إنه سيتطرق إلى قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمبنى يضم وسائل إعلام في غزة عندما يتحدث مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو. المصدر معنا كامل رويترز. يعني نجد الآن بعيدا عن موقفي الشخصي مع ماكرون لأنه أساء للرسول أو سمح بالإساءة للرسول، فطبعا يعني أنا مش من مؤيدينه ولا أحب أسمع كلام عنه، ولكن أنا بنقل لحضراتكم التفاصيل الأخبار. ماكرون بيسعى مع الرئيس السيسي لإيجاد حل للقضية الفلسطينية وما يحدث الآن بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين. أترك لحضراتكم التعليق. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. ويلا ندخل على الخبر التالي وننتقل لخبر آخر. ومسؤول مصري وتصريح خطير عن الخيارات المفتوحة ضد سد النهضة. أكد مصدر مسؤول في وزارة الري المصرية امتلاك مصر خيارات وبدائل أخرى للحفاظ على حقوقها المائية في نهر النيل خلال التعامل مع سد النهضة الكبير الإثيوبي. كشف مصدر مسؤول في وزارة الري في حديث لموقع مصراوي إن المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الإفريقي فولتمان استمع لوجهات نظر الجانب المصري حول نقاط الاختلاف في أزمة سد النهضة. أضاف أنه تفهم المخاطر الناتجة من استمرار الأعمال بشكل أحادي. المتحدث أكد أن هناك توافقا بين مصر والسودان فيما يتعلق بضرورة تحقيق الوساطة الدولية الرباعية لإنجاح المفاوضات. في مصدر قال أن أمريكا شافت بشكل كبير واطلعت على طلبات مصر والسودان وإثيوبيا. أشار أن الحكومة الأمريكية لا ترغب في فرض قرار على أي من الدول الثلاثة، كما أنها تريد حل الخلاف بدون الانحياز إلى طرف دون آخر. أضاف المسؤول أن أمريكا لا ترغب في الضغط على الجانب الإثيوبي حتى لا تتفاقم الأوضاع المتوترة هناك، حيث ترى أن أي ضغط على حكومة أبي أحمد يعني توترات أكبر في منطقة القرن الإفريقي. ولفت إلى أن الخطوط التي وضعتها مصر حول عدم التفريط في حقوقها المائية واضحة لا تقبل الشك. شدد على أن مصر تمتلك بدائل وخيارات أخرى ليست بالضرورة أن تكون عسكرية. أضاف: مصر قال كلمتها الأمن المائي خطا أحمر لا يمكن التهاون فيه. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين أن مصر والسودان بيتفاوضوا مع إثيوبيا منذ 10 سنوات دون تحقيق أي نجاح حول حل قضية سد النهضة الإثيوبي، بينما تصاعد التوتر في الأشهر الماضية بعد تنفيذ أديس أبابا عملية تشغيل أولي للمنشأة. وطبعا مصر خايفة من مستقبل حصتها المائية في نهر النيل بسبب السد. رئيس السيسي قال يوم 30 مارس إن مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل. وهو تصريح وصفته وسائل إعلام كثيرة بأنه تهديد لإثيوبيا.
مصدر معانا كان من مصرابي وبعض الوكالات، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر وصار معانا، وبأوامر من الرئيس السيسي تعرف على حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها مصر لفلسطين. الدكتورة هالة زايد أعلنت عن إرسال 65 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمة 14 مليون جنيه إلى دولة فلسطين لدعم الأشقاء المصابين في قطاع غزة بالتزامن مع تطورات الوضع الراهن هناك. وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الوزيرة أوضحت أن شحنة المساعدات الطبية تشمل مستلزمات جراحية ومستلزمات جراحات الحروق والتجميل ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى مستلزمات التشغيل للأقسام الداخلية والطوارئ، مستلزمات الأشعة والكسور، وآلات جراحية للعمليات الكبرى والصغرى، بالإضافة إلى ماسكات أكسجين وأجهزة تنفس صناعي وأجهزة تخدير واستوارات أكسجين وسرنجات ومضخات للمحاليل. الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة قال إنه تم تعزيز أكياس الدم بإقليم القناة 330 كيس دم و1827 وحدة بلازما، كما يبلغ المخزون الاستراتيجي للدم بالمركز الرئيسي لخدمات نقل الدم القومية 2132 كيس دم. وأكد مجاهد جاهزية كل من مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى طوارئ أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية بطاقة استيعابية 385 سريرا داخليا و85 سرير رعاية مركزة و1145 طبيبا وعضو تمريض. وذكر مجاهد أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بوزارة الصحة والسكان لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين بالمستشفيات، والتنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة والمحافظات المعنية في عمليات الإخلاء في عمليات إخلاء الحالات إلى المستشفيات. أكد مجاهد حرص مصر على دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين وتسخير كافة الإمكانيات الطبية للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر ومفاجأة وسد النهضة، الرئيس السيسي يلتقي رئيسة إثيوبيا. السفير بسام راضي صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل بعد ظهر أمس إلى مقر مؤتمر باريس بقصر إفيمير للمؤتمرات للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان. التقى الرئيس السيسي بعدد من الزعماء الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة في المؤتمر، وأظهرت صور نشرت حديثة للرئيس السيسي مع كل من رئيسة إثيوبيا ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والأمين العام للاتحاد الإفريقي موسى فقيه. مصدر معانا كاب من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر من الرئيس السيسي، والسيسي في تصريح ناري مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية. التقى رئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس ماكرون وبحث الجانبان تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام. وأكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت في هذا الأمر بوقف أعمال العنف في أسرع وقت ممكن. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تطرق كذلك إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسي تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التواصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. شدد على أن مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر وأمر عاجل من الحكومة والتنفيذ فورا. والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اليوم اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير العشوائيات في محافظة القاهرة وموقف تسكين الأهالي المستحقين في المشروعات السكنية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. رئيس الوزراء أكد أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو متابعة أعمال تسكين أهالينا بالمناطق العشوائية التي يتم إزالتها وسرعة نقلهم إلى المناطق السكنية الجديدة.
التي تم تنفيذها وتأسيسها وفي هذا الصدد كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إزالة المناطق العشوائية المتبقية وسرعة نقل الأهالي إلى الوحدات السكنية التي يتم تأسيسها. وخلال الاجتماع قدم محافظ القاهرة عرضا حول تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة تناول فيه المشروعات التي تم تنفيذها وتشمل الأسمرات 1 و2 و3 وأهالينا 1 و2 والمحروسة 1 و2 وروضة السيدة 1 بإجمالي عدد وحدات سكنية 26449 وحدة، كما عرض المشروعات الجاري الانتهاء من تنفيذها خلال عام 2021 وتشمل أرض الخيالة ومؤسسة مع مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومصنع 18 الحربي والمنيل القديم بإجمالي 13912 وحدة سكنية. ثم عرض المحافظ المشروعات الجاري البدء في تنفيذها خلال العام المالي 2021-2022 وتضم روضة السيدة 2 وأهالينا 3 وشمال الحرفيين وأرض المسبك وأرض العمدة بإجمالي 7800 وحدة سكنية. وتواصل الدكتور مصطفى مدبولي مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي للتأكيد على أهمية الإسراع في تأسيس الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها تمهيدا لتسليمها للمستحقين سواء في مشروع مع أو في منطقة الخيالة وغيرهما من المشروعات السكنية الأخرى. جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة من قناتي وصفحتي المتواضعة. كان معكم العبد الله الفقير إسلام الأمير من صفحتكم على الفيسبوك باسم إسلام الأمير مصر ميديا اي بي وعلى اليوتيوب مصر ميديا اي بي. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريبا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.